بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وباسانيد شيخنا حفظه الله تعالى الى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء. وباسانيد شيخنا حفظه الله تعالى الى جمع مسانيد الامام ابي حنيفه العلامه الخوارزمي رحمه الله تعالى، قال ابو حنيفه عن محمد بن قيس انه قال: أوتي برأس الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، فنظرت إلى رأسه ولحيته قد نصل من الوسمة. أخرجه الحافظ الحسين بن خسرو في مسنده عن الأقوين أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن حسن الخلال، عن عبد الرحمن بن عمر، عن محمد بن إبراهيم بن حبيش، عن محمد بن شجاع، عن حسن بن زياد، عن الإمام أبي حنيفة. وأخرجه ابن خسرو في مسنده عن أبي سعيد بن أبي عن أبي سعد بن أبي القاسم، عن علي بن أبي علي البصري، عن أبي القاسم بن الثلاجي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن عبيد، عن محمد بن يزيد العوفي، عن أيوب بن سويد، عن الإمام أبي حنيفة. واخرجه الامام محمد بن حسن في الاثار رواه عن الامام ابي حنيفه. واخرجه الحسن المزني في مسنده عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اكتوى واخذ من لحيته واسترقى من الحمى. اخرجه الامام محمد بن حسن في الاثار رواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد: وبه ناخذه قول ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن احمد عن ابراهيم انه قال: جاء الى عمر قوم عليهم الحرير والدباج، فقال: جئتموني في زي اهل النار، انه لا يصل الحرير الا هكذا 3 اصابع او 4. هذا معنى الحديث. اخرجه الحافظ بن خسرو في مسنده عن ابي القاسم ابن احمد بن عمر، عن عبد الله بن حسن قال: عن عبد الرحمن بن عمر، عن محمد بن ابراهيم، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد، عن الامام ابي حنيفه. واخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن الامام ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه بعث جيشا ففتح الله عليهم فاصابوا غنائم، فلما اقبلوا بلغ ذلك عمر رضي الله عنه انهم قد قاربوا من المدينه، فخرج بالناس ليستقبلهم، فلبسوا ما معهم من الحرير والدباج، فلما راهم غضب، ثم قال: القوا ثيابها للنار. فلما راوا غضب عمر القاهم واقبلوا يعتذرون من ذلك، وقالوا: انما لبسنا لنريها كما افاء الله علينا. فسر ذلك عمر، ثم رخص في الاصبع منه والاصبعين والثلاث والاربع. اخرجه القاضي عمر بن الحسن والشاني عن المنذر بن محمد، عن الحسن بن محمد الازدي، عن ابي يوسف واسد بن عمرو، عن ابي حنيفه. واخرجه الحافظ ابو عبد الله الحسين بن خسرو في مسنده، عن ابي الفضل احمد بن الحسن بن الخيرون، عن خالي ابي علي الحسن بن احمد بن الباقلاني، عن الحسن بن احمد الباقلاني، عن القاضي الشاني بسنده الى ابي حنيفه. واخرجه الامام محمد بن الحسن بن العتاب رواه عن ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن سليمان بن ابي المغيره قال: سال بجير سعيد بن جبير وانا جالس عنده عن لبس الحرير، فقال سعيد: غاب حذيفة بن اليماني غيبة قال: فكوسي بنوه وبناته، قوموا صال الحرير. فلما قدم أمر به فنزع عن الذكور وترك على الإناث. أخرجه الإمام محمد بن حسن بن العتاب رواه عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن سعيد رضي الله عنه: اتقوا الشهرتين في اللباس، ان يتواضع احدكم حتى يلبس الصوف ويتبختر حتى يلبس الحرير. اخرجه الامام محمد في الاتان فرواه عن ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن الهيثم عن ابن ابي الهيثم ان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وابا هريره وانس بن مالك وعمران بن الحصين والحسين بن علي وشريح رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخزه. اخرجه الامام محمد بن الحسن بن العتاب فرواه عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن سعيد بن المرزبان عن عبد الله بن ابي اوفى انه كان يلبس خزه. اخرجه الامام محمد بن الحسن بن العتاب فرواه عن الامام ابي حنيفه. واخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن ابي عبد الله بن سليمان بن المغيره ابن المغيره القيسي الكوفي عن سعيد بن جبير انه غاب حذيفه بن اليمان، فاكتسى ولده قمص الحريري، ثم قدم فامر الذكور منهم بنزعه واقراه على الاناث. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد بن مسدي عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبيد بن عتبة عن فروة بن أبي المغراء عن أسد بن عمرو عن الإمام أبي حنيفة، ورواه أيضا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن حازم عن عبيد الله بن الزبير عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال أبو حنيفة عن عمرو بن دينار عن عائشة رضي الله عنها أنها حلت أخواتها الذهب، وأن ابن عمر حل بناته بالذهب. أخرجه أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسر البخيل بن مسدي عن أبي القاسم، عن أبي القاسم وأخيه عبد الله بن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن حسن خلال عبد الرحمن بن عمر، عن محمد بن ابراهيم بن حبيش، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن حسن بن زياد، عن الامام ابي حنيفه. واخرجه الامام محمد بن حسن بن العتالي فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد بن ابي ناخذه وقول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. واخرجه الحسن بن زياد في مسند عن الامام ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن الهيثم عن عمرو الشعبي عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اتقوا الكعبين اللذين يزجران زجرا فانهما من الميسر الذي للاعاجم. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد بن مسدي عن أبي العباس بن عقدة، عن الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأزدي، عن الحسن بن بشير بن سالم البلقي، عن أبي عن الإمام أبي حنيفة.
واخرجه الحافظ طلع ابو عبد الله الحسين بن محمد، الحسين بن محمد بن خسر البلقيني في مسنده عن احمد بن ابي القاسم، عن ابي القاسم عن ابن ابي علي البصري، عن ابي القاسم بن التناجي، عن ابي العباس بن عقده، عن الحسين بن عبد الرحمن بن محمد النزيه، عن الحسن بن بشر، عن ابي، عن الامام ابي حنيفه، ورواه ايضا بسند الى ابن عقده، عن محمد بن عبيد، عن فروه، عن اسد بن عمرو، عن الامام ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن عطيه الاوفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان سائلا ساله عن الجبن فقال ما الجبن؟ قال شيء يصنع من المجوس من البان المعزي. فقال اذكر اسم الله تعالى وكل. اخرجه الحافظ طلحه بن محمد بن مسدي عن ابن عقده، عن فاطمه بنت محمد بن حبيب، عن عمها حمزه بن حبيب الزيات، عن الامام ابي حنيفه. واخرجه الامام محمد بن حسن بن العتاري فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال ابو حنيفه عن عطين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زور غبا تزداد حبا. اخرجه القاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري في مسنده عن ابي محمد الحسن الحموي الحموي او الحموي الحموي، عن ابي حفص عمر بن ابراهيم المقرن الكتاني، عن ابي بكر احمد بن محمد بن محمد الضرب الدينوري، عن ابي حفص محمد بن عبد العزيز بن مبارك القيسي، عن العباس بن الفضل الانصاري، عن محمد بن حسين، عن الامام ابي حنيفه، وروى عن ابي الحسين احمد بن محمد بن احمد المقري، عن ابي الحسين محمد بن عبد الله بن حسين الدقاق، عن ابي بكر احمد بن محمد الضرب الدينوري، عن محمد بن عبد العزيز، عن العباس بن الفضل، عن محمد بن حسين، عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنهم. ثم قال ابو حنيفه عن قيس بن سعيد، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد الفوسدي عن أبي العباس بن عقدة، عن داود بن يحيى، عن محمد بن عبيد النحاس، عن عمر بن حماد، عن أبي، عن الإمام أبي حنيفة وأيوب الطاهر رضي الله عنهم. ثم قال أبو حنيفة عن محمد بن قيس أن قال كان أبو العوجاي على العشور على العشور، وكان صديقا لمسروق، وكان يدعو مسروقا إلى الطعام يصنعه فيجيبه. أخرجه الحافظ أبو عبد الله الحسين بن خسرو في مسنده عن احمد بن عبد الجبار، عن ابي القاسم التنوخي، عن ابي القاسم بن التلاجي، عن ابي العباس بن عقده، عن عيسى بن عبد الله بن هياج، عن عمير بن عمان الصيدي، عن ربيعه بن يزيد الاودي، عن سيف بن الحارث الكوفي، عن امام ابي حنيفه. واخرج الامام محمد بن الحسن بن العتاري فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد بن ابي ناخذه وقوله ابي حنيفه انه لا باس ما لم يعرف خبيثا بعينه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد بن ابراهيم انه قال اذا دخلت على الرجل فكل من طعامه وشرب من شرابه ولا تسأل عنه. اخرجه الامام محمد بن الحسن بن العتاري فرواه عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال محمد وبين اخذه وقوله ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال كان يقال اذا دخلت بيت امرئ مسلم فكل من طعامه وشرب من شرابه ولا تسأل عن شيء ما لم تسترب. اخرجه الامام محمد بن الحسن بن العتاري فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد وبين اخذه وقوله ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه خرج الى زهير بن عبد الله الازدي وكان عاملا على حلوان يطلب جائزته هو ودر الهمداني فاجازهما. أخرجه الإمام محمد بن الحسن بن العتاري فرواه عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال محمد بن أبي خذوا لا بأس بقبول الجوائز من العمال، قال ولا بأس بقبول الجوائز من العمال ما لم يعرف شيئا معينا حراما. ثم قال أبو حنيفة عن علاء بن زهير بن عبد الله أنه قال رأيت إبراهيم النخعي أتى والدي وهو على حلوان يطلب جائزته فأجازه. أخرجه الإمام محمد بن الحسن بن العتاري فرواه عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد بن ابراهيم انه قال لا باس بجواز العمال، قال قلت فان كان العاشر او مثله او فان كان العاشر او مثله، قال اذا لم يكن ما يعطيك غصبه بعينه مسلما او معاهدا فاقبل. اخرجه الامام محمد بن الحسن بن العتاب فرواه عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. الصوت واضح شيخنا؟ بعينه. طيب قراناها بس نعيد بينه. احسن الله اليكم شيخنا. قال الباب 39 في الوصايا والمواريث. قال ابو حنيفه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصرانيه الا ان يكون عبده او امته. اخرجه ابو محمد البخاري عن صالح بن ابي رميح عن حسن بن جابر القرشي عن عبد الحميد بن صالح عن ابي معاويه عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن محمد عن ابراهيم انه قال الكفن من جميع المال. اخرجه الامام محمد بن الحسن بن العتاري فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد بن ابي ناخذ يبدا به او يبدا به قبل الدين والوصيه، وهو قول ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن محمد عن ابراهيم انه قال ما اوصى به الميت من وصيه او كان عليه نذر او صوم او كفاره يمين فهو من الثلث الا ان يشاء الورثه. اخرجه الامام محمد بن الحسن بن العتاري فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد بن ابي ناخذ وقول ابي حنيفه. ثم قال محمد وكذلك ما اوصى به من حجه فريضه او زكاه او غير ذلك فهو من الثلث الا ان تجيز الورثه فيجوز من جميع المال، وهو قول ابي حنيفه رضي الله عنهم. ثم قال ابو حنيفه عن احمد بن ابراهيم انه قال يبدا بالعتق من الوصيه فان فضل شيء من الثلث قسم بين اهل الوصيه. اخرجه الامام محمد بن الحسن بن العتاري فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد بن ابي ناخذ بالعتق البات في المرض والتدبير، وهو قول ابي حنيفه رضي الله عنهم.
ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال: ما اوصى به الميت من اذن ورقبه فمن ثلث ماله. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال: الحبلى اذا اوصت وهي تطلق او تطلق أتطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث. أخرجه الإمام محمد بن الحسن الآثاري فرواه عن الإمام أبي حنيفة. ثم قال محمد: يعني بذلك ما وهبت أو تصدقت في تلك الحال فهو من الثلث، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنهم. ثم قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: في الرجل يشتري ابنه عند الموت بألف درهم، لأنه إن بلغ الذي أعطى فيه ثلث ماله ورث، وإن كان ثمنه دون ثلثه ورث، وإن كان أكثر من ثلثه واستسعي في شيء لم يرث. أخرجه الإمام محمد بن الحسن الآثاري فرواه عن الامام ابي حنيفه. ثم قال محمد: هذا كله قول ابي حنيفه، واما في قولنا فانه يرث في ذلك كله، وقيمته دين عليه فيحاسب بها ميراثه، فيحاسب بها ميراثه، او فيحاسب بها ميراثه، ويؤدي فضلا ان كان عليه دين، وياخذ فضلا ان كان له، لانه وارث ورقبته وصيه له، فلا يكون لوارث وصيه. ثم قال ابو حنيفه عن ابي عمرو المجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي عن الشعبي عن شريح انه قال: كتب الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: ألا يورث الحمير إلا ببينة. أخرجه الحافظ طلعت محمد بن مسدي عن محمد بن خدي عن بشير بن موسى عن المقري عن الإمام أبي حنيفة، ورواه عن ابن عقدة عن محمد بن يوسف الجعفي عن محمد بن إسحاق عن أسد بن عمرو عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. قال الحافظ: ورواه أيضا أسد بن عمرو عن مجالد. ثم قال أبو حنيفة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أخرجه أبو محمد البخاري عن صالح بن أبي رمحين عن أحمد بن علي الخزاز الخزار عن جندل بن وارق أو جندل بن وارق عن حبان بن علي عن إمام أبي حنيفة. قال أبو محمد البخاري: إن أبا حنيفة يروي عن طاووس سماع متصلة. كتب إليه صالح بن أبي رمحين قال: حدثنا أبو حمزة الأنصاري أنس بن خالد من ولد أنس بن مالك قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: قلت لأبي حنيفة: من أدركت من الكبرى؟ قال: القاسم وسالما وطاووسا وعكرمة وكحولا وعبد الله بن دينار والحسن البصري وعمر بن دينار وابا الزبير وعطان وقتادة وابراهيم والشعبي ونافعا وامثالهم. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إعادة الدرس الماضي قال: قال رحمه الله تعالى: قال ابو حنيفة عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عليكم بألبان البقر فإنها ترم أو ترم 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 من كل شجرة وفيها شفاء. أخرجه أبو محمد البخاري عن حبيب بن إسماعيل بن الحسن ابن عثمان الهمداني عن حبيب بن عبد الحميد الحماني عن عبد الله بن المبارك وأبي ووكيع الإمام. فصل. السلام عليكم شيخنا، تسمعني شيخنا؟ تسمع شيخنا؟ السلام عليكم. الشيخ ما يسمع. شيخنا تسمعني؟ إذا نقف هنا يا أخوة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ فصل عنده. طيب يا أخوة، قرأنا من 1662 إلى 1690، إلى 1690. بارك الله فيكم. بارك الله فيك، نفع الله بك يا أخي الحبيب، ونلتقيكم غدا بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو الشيخ يقول أنه مغيرين طريقة برنامج الاتصال عنده، فهذه الإشكالية. اي نعم. طيب يا اخي نعيد، قرانا من 1662 الى 1690. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.